يا شيخ بارك الله فيكم، جلسة الاستراحة في الصلاة ما حكمها المأموم خلف الإمام؟ هل يكون مخالف للصلاة للإمامة؟ نعم، جلسة الاستراحة في الصلاة أصح الأقوال فيها أنها ليست بسنة مطلقة ولا تركها بسنة مطلقة. من احتاج إليها لكبر أو مرض في رجليه أو غير ذلك فإنه يجلس ليعطي نفسه راحتها، ومن ليس كذلك فلينهض بدون جلوس. ويدل لهذا أن مالك بن حويرث الذي حديثه عمدة في جلسة الاستراحة ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم بعد هذه الجلسة اعتمد على يديه، وهذا يدل على ثقل القيام عنده، وإلا فلا داعي للاعتماد على اليدين. فأصح الأقوال فيها هذا القول الوسط. وقال بعض العلماء إنها ليست بسنة مطلقة لا للعاجز ولا للقوي، وقال بعضهم إنها سنة مطلقة، ولكن راجح القول الوسط وهو الذي تجتمع به الأدلة. أما بالنسبة للمأموم فليتبع الإمام، إن جلس الإمام فليجلس وإن لم يجلس فلا يجلس، هذا هو الأفضل وهو الأتبع للإمام. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا لم يجلس الإمام فالأفضل أن لا تجلس، يعني وإن كنت ترى أن الجلوس سنة. بعد بالنسبة لفضيلة الشيخ، جلسة الاستراحة تكبيرة الانتقام جلسة الاستراحة، هل يوجد تكبيرة الانتقام جلسة الاستراحة إلى القيام، أم التكبيرة واحدة هي تكبيرة القيام من السجود إلى؟ أول نسأل عن جلسة الاستراحة هي مشروعة ولا غير مشروعة قبل أن نسأل عن التكبير لها. جلسة الاستراحة الذي يظهر من النصوص وتجتمع به الأدلة أنها مشروعة لمن كان عاجزا عن النهوض من السجود إلى القيام، وأما إذا كان قادرا نشيطا فالأفضل أن لا يجلس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها. وأصح من تكلم فيها مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث قدم عام الوفود في السنة 9 من الهجرة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخذه اللحم فكان يجلس. ويدل على أنها غير مشروعة أنه ليس لها تكبير، لا في الجلوس ولا في القيام من الجلوس، وأنه ليس فيها ذكر، ولو كانت أمرا مقصودا بذاته لكان لها تكبير عند الجلوس وعند الانتقال من الجلوس، ولكان لها ذكر، لأنه ما من فعل من أفعال الصلاة إلا وله ذكر. الركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والجلوس له ذكر، الجلوس بين السجدين والقيام بعد الركوع له ذكر. فالراجح من أقوال العلماء القول الوسط أن من كان محتاجا إليها فليجلس، ولكن ليس كجلسة الناس الآن، يعني يمكن لحظة يجلس، لأن مالك بن حويرث يقول لم ينهض حتى يستوي قائدا، يستوي يعني يكمل قعوده. وأما إذا كان الإنسان محتاجا فليجلس كما قلت له جلسة مستقرة ثم يقوم، وإذا قام فإنه يقوم بلا تكبير، يكبر عند النهوض من السجود فقط. وإذا كان الإنسان قويا نشيطا فلا يجلس، وإذا كان الإنسان مأموما فليتبع إمامه، إن جلس الإمام جلس وإن لم يجلس لم يجلس المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. ولهذا بعض الإخوان يفعل خلاف الأفضل في هذا، تجده مثل يرى أن جلسة الاستراحة مستحبة وهو خلف إمام لا يراه، ثم تجده جالسا والإمام قد شرع في الفاتحة، وهذا خلاف الأفضل. وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الأفضل متابعة الإمام ولا يجلس. هل جلسة الاستراحة في الصلاة يعني من السنة؟ نعم، جلسة الاستراحة في الصلاة يعني أنه إذا أراد أن يقوم إلى الثانية أو إلى الرابعة هل يجلس أو لا؟ الصحيح أنه لا يجلس إلا إذا كان هناك سبب لكبر أو مرض أو وجع المفاصل أو ما أشبه ذلك، وذلك لأن نعلم أن هذه الجلسة غير مقصودة، لأنه لا تسبق بتكبير ولا تلحق بتكبير وليس فيها ذكر. ثم إن الواصفين لها
في صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه يقوم على يديه، يعتمد على يديه عند القيام، وهذا يدل على مشقة نهوضه مرة واحدة، وأنه لمشقة النهوض يتكئ قليلا في الجلوس ثم يقوم على يديه. ومعروف أن مثل هذا الصفة لا تكون إلا عند إيش؟ عند العجز والتعب. فالذي نرى ما اختاره ابن القيم رحمه الله والموفق صاحب المغني أنها ليست سنة مطلقة، وإنما تسن لمن احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع مفاصل أو ما أشبه ذلك. ولكن يبقى النظر، إذا كنت تصلي خلف إمام يفعله هل تجلس تبع للإمام؟ الجواب نعم، تجلس تبع للإمام. وإذا كنت تصلي خلف إمام لا يفعلها وأنت ترى أنها سنة فلا تجلس، يعني متابعة الإمام أهم. نعم.